مساء الخير على مشاهدي الحكيم في بيتك الحقيقة رد فعلكم على الحلقات اللي قدمناها عن المراهقين ومشاكل التعامل معاهم وفهم دوافعهم وأولوياتهم وإزاي نحسن التواصل بينهم وبين الأهل والناس المحيطين بيهم كان رائع وعفوي وأثبت لفريق العمل هنا في البرنامج أننا ماشيين صح وأن ما ينفع الناس يبقى في الأرض أما ازدبدوا فيذهب جفاءً الحمد لله بقدر الجهد والتاني والدقه في تحضير وتقديم حلقاتنا قد ما ربنا بيكرمنا بحبكم وتقديركم لهذا الجهد اللي بندعي ربنا انه يكون لوجهه تعالى لما كنا بنحضر حلقات علاقه المراهقين باهلهم وازاي بيتفاعلوا مع التغييرات النفسيه اللي بيمروا بيها مع النمو وكذلك تعاملهم مع اوقات فراغهم والطاقه اللي بتتولد في اجسامهم مع زيادة الهرمونات وحتى القوة الناشئة عن النمو العضلي والبدني ظهر قدام عينينا حقيقة غريبة بس واضحة جدا هل في نسبة من مشاكل الأولاد والبنات دول مش سببها مجرد البلوغ والتغيرات الجسمانية والنفسية إنما ممكن تكون أسباب مرضية يعني لازم نوضح للمشاهد الكريم إن في بعض المشاكل نسبة من المشاكل دي لا يستهان بها هي نتيجة مرض نفسي يصيب الفئة العمرية دي زي الكبار بالظبط ما بيمرضوا نفسيا وزي وزم... ما بينا في حلقتين سابقتين كمان الأطفال بيجي لهم مجموعة كبيرة من الأمراض النفسية اللي لازم ننتبه ليها دايما والمرض النفسي مش عيب ولا وصمة نخجل منها فالعلم الحديث أثبت أن كثير من الأمراض النفسية وراثي أو نتيجة استعداد وراثي وبيؤدي لتغيرات كيماوية في المخ يعني لحنة ولا المريض لينا يد فيها يمكن الظروف المحيطه تساعد على ظهوره او تؤدي لزياده شدته لكن الخجل منه واخفاؤه شيء غريب وجهل مطبق وابشركم ان فوق التسعين في الميه من الامراض النفسيه قابل للشفاء وعدم العوده مره اخرى اذا توجهنا للطبيب المختص في الوقت المناسب ونفذنا العلاج وصبرنا عليه وزي ما باخد ابني للجراح لو عنده زايده او طبيب العيون لما يحتاجنا الضارة يبقى لازم اروح للدكتور النفساني لما احس انه ممكن يكون مريض نفسي احنا في الحلقه دي هنتكلم ونتناقش مع ضيفتنا الدكتوره هبه فتحي استاذ طب نفسي في طب قصر العيني ازاي نشك ان ابننا او بنتنا عندهم مرض نفسي ونعمل ايه وقتها ونساعدهم ازاي لغايه ما يخفوا ويوصلوا لبر الصحة والعافية والحياة الطبيعية مع كل اللي بيتعاملوا معاهم في البيت والمدرسة والشارع والنادي عشان كده لازم تستنوني بعد الفاصل. أقسم بالله العظيم أن أراقب الله في مهنتي وأن أصون حياة الإنسان في كافة أدوارها في كل الظروف والأحوال باذلا وسعي في استنقاذها من الهلاك والمرض والألم والقلق وأن أحفظ للناس كرامتهم وأستر عورتهم وأكتم سرهم وأن أكون على الدوام من وسائل رحمة الله بازلا رعاية الطبية للقريب والبعيد المصلح والمخطئ والصديق والعدو وأن أثابر على طلب العلم وأسخره لنفع الإنسان وأن أوقر من علمني وأعلم من يصغرني وأكون أخا لكل زميل في مهنة الطبية وأن تكون حياتي مصداق إيماني سري وعلانيتي نقيا مما يشينني أمام الله وأمام الناس والله على ما أقول شهيد رجعت لحضراتكم مرة تانية ومعايا ضيفة عزيزة هنتكلم معاها عن حاجة منتشرة حوالينا لكن زي ما بيكون بيك... في مؤامرة صمت عليها فجأة تلاقي أم بتكلم جارتها أو مدرسة بتكلم زميلتها عن شاب صغير أو طالب في إعدادي أو ثانوي وتلاقيها وطت صوتها أصله يا حبيبي عنده اكتئاب وبياخد دواء وأهله مش عايزين حد الولد يعرف إنه عيان. كأنه ممسوك في تهمة ولا سمح الله في حاجة عيب. ما يصحش أبدا في القرن الواحد والعشرين وبعد كل التعليم ده وملايين الشهادات من اول ثانويه عامه لغايه دكتوراه ماليه البلد لسه حد بيفكر كده وبيتصرف كده مش معقول منظمه الصحه العالميه تقول ان الامراض النفسيه في الاطفال والمراهقين حتى سن 18 نسبتها ما بين 10 ل 20% نسبه مروعه نسبه ضخمه ويبقى ده رد فعلنا تجاهها النهارده برحب بالدكتوره هبه فتحي استاذ الطب النفسي في قصر العيني ازيك يا أهل دكتوره اهلا بحضرتك شرفاني اول مره اهلا وسهلا منورانا اهلا بيك الحقيقه السلامه العقليه والنفسيه للمراهقين مهمه لانها يمكن تحدد بشكل كبير سلامه الكبار <applause> لا وسلامه كل البلد على فكره <applause> هم دولة البلد اساسا هما... هم هم اللي هيبقوا <applause> كبار كل حاجه حقيقي فعلا فالنسبه اللي قلناها دي نسبه مقلقه أوه. هل انتوا فعلا في البراكتس وفي الممارسه بتاعتكم بتشوفوا هذه النسبه اه بنشوف بنشوف كتير وبتزيد بتزيد وكان زمان مثلا الناس تتكسف، دلوقتي لا بيجوا. يعني حتى على مستوى عياده القصر العيني اللي هي بيجوا اه طبعا ده كويس جدا يعني احنا عندنا في القصر العيني اللي هو المجاني خالص حتى مش العيادات الخاصه اللي هو المجاني خالص احنا عندنا في طبعا الاطفال كل يوم شغالين لكن عياده المراهقين مش عايزه اقول لحضرتك عدد الاولاد اللي فيها احنا عندنا يومين في الاسبوع عياده مراهقين مثلا مش اقل من 100 عيان كل مره. وبيبقوا من مناطق مش متعلمه قوي وما فيهاش حجم الثقافه الموجوده م. في كل المجتمع لكن هم شايفين لا ده الولد فيه مشكله فانا لازم نوديه م. لان هم خايفين على ابنهم طبعا أوه. طبعا فدي انا بقيت مبسوطه ان الناس شايفه ان في مشكله اقدر اعالجها لان من اكتر الحاجات اللي بتعوقنا ان ما نشوفش المشكله ايوه اني اقعد اقول ايه ده معرفش اه اه ان ما لا ده عادي بالمشكلة. انا كنت كده وانا صغير وبعدين بك كويس م. انا لا لا مش مهم إيه لا احنا هتدخلينا بقى في السكه دي مش عارف نطلع منها إيه لا نجيب له شيخ لا الحاجات م. دي كلها بتعطل جامد جدا اللي هو اللي بنسميه الانكار اه ننكر ان في حاجه ان في حاجه طيب ما عشان يكون في حاجه وافهم انا كاسره وكاب وام ان في حاجه لازم يبقى عندي المقدره ان انا افرق بين الخلافات العاديه مع المراهق وعنده ورفضه للاشياء وبدايه احساسه بكينونته زي ما قلنا في الثلاث مرات اللي فاتوا اللي اتكلمنا فيها الطبيعي عن... اللي هو آه الطبيعي وما بين ان هو مريض فعلا ومحتاج مساعده ايه المفاتيح اللي تديها للاهل يعرفوا بيها ان الولد ده او البنت دي مرضى هو احنا طبعا هو في يعني في حاجه اساسيه لازم تبقى في دماغنا مم. اللي هو العطله مم. اتعطل ولا لسه أوه. اتعطل ولا لسه؟ طيب اتعطل في ايه بقى؟ م مناحي كتيره طبعا اتعطل في علاقاته مع زمايله اتعطل في علاقاته مع الاسره كلها اتعطل في دراسته اتعطل في الرياضه اللي كان بيمارسها آه اتع... يعني كان في نشاط معين وخط سير معين ولو مضطرب لكن مش واقف اه اتعطل بقى في حاجه مهمه جدا في تركيزه وانتباهه أيوة. دول الحاجات الاساسيه اللي احنا مسميها عندنا ان حصل بدا يحصل عطله العطله دي هتؤدي الى ايه؟ هتؤدي كان واحد رجله انكسرت مش هينفع تسيبه في البيت لا طبعا لكن لو والله جزع خفيف طب ندهن حاجه بسيطه وتعدي لكن ده رجله اتكسرت لا ده انا لازم بقى ايه لا ساعتها بدا يحصل عطل, عطل اللي هو الديسابيليتي اللي انا بدات اخاف منها بقى ونجبس ونبدا نشوف بقى هنعمل ايه ده بقى حصل له حاجه في النفس اه في حاجه انكسرت ففي بقى طبعا امراض كتير جدا لكن خلينا نبدا تدريجي طبعا لكن مبدئيا انا بدات اشوف ان ابني متعطل حتى متعطل في علاقته معايا يعني اه واحنا كنا بنتخانق ولا تعالى وما تروحش ومش عارفه ايه لا عادي و... ويرجع ايه عادي يرجع نقعد نتكلم مع بعض نتفرج على التلفزيون شويه اللي هو ايه التقلبات المزاجيه العاديه في فتره المراهقه دي كتيرة دي عاديه والاهل كمان انا شايفه ان بدا يبقى فيه وعي مم. ان يتقبلوا ده وياخدوه بالراحه ويتكلموا معاه ومره يسيبوه براحته ومره يدوا له مسؤوليه ومره يقولوا له برافو عليك و... وهكذا فتتلم المنطقه دي حتى الشق اللي هو العاطفي اللي في مرحلة المراهقة بكل بقى أبعادها ده بساعات يحصل فيه عطلة مم. يعني يبقى مظهر من مظاهر اللغبطة إن, إن مفروض،, مفروض في المرحلة دي يبقى هيبقى فيه انجذاب وفي مشاعر أو يبقى وفجأة ما أو يبقى لأ ده بيخاف إنه هو يواجه أو مثلاً لأ ده عنده علاقات كتير قوي قوي لدرجة ان لأ ده في حاجة برضو مش طبيعية. ف... فدايماً الحاجات اللي هي الطبيعية اللي كلنا نتقبلها كل ده في إيه؟ في في العادي مم. اللي هو النمو الطبيعي او المراهقه العاديه، صحيح في انواع من انواع المراهقه اللي احنا بنسميها دي مراهقه متمرده مم. ومنحرفه كمان بس ال... بس دول برضو ستيل انا لسه في الحته بتاعه ان انا اقدر ان انا كام واب وخال و... وجده وكذا نلمه معانا في وسطينا، لو في ام واب واعيين وعارفين يتعاملوا ازاي بشكل بسيط. مم. لكن ونصد وصلنا لمرحله المرض لا مش هينفع احنا نبقى لوحدينا في الحته دي. طيب اديني بقى شوية علامات أعراض واضحة أشوفها في الطفل في الولد ده أو المراهق ده أقول لا ده احنا دخلنا في اكتئاب ده احنا دخلنا في فصام ده دخلنا في كذا إيه يعني حضرتك تحب ناخدهم مرض مرض ولا لا عشان مجموعة أعراض وبعد كده لما يجي المرض هنتكلم عن مرض إيه مرض عشان برضو الأعراض أصلها متفاوتة طبعا طبعا يعني كيف غالبا كيف. مثلا الإنعزال دي من أكتر الحاجات الخطيرة إنه هو قاعد في أوضته ما بيطلعش خالص حتى ان هو مثلا يخش ياخد شاور بصعوبه انه لدرجه يفوت وجبات كان بيصلي ومنتظم ما بيصليش مش عايز ياكل او حتى لو اكل يبقى بالعافيه وحاجات سلكتد قوي وما فيش النشاطات العاديه بتاعته ما بقاش بيعملها وما بقاش له نفس ليها عشان ساعات المظهر ده الاهل يقولوا عليه ده مكتئب لكن ساعات يبقى اكتئاب او فصام آه. يعني ما هو ده أو انت قدامك ايه ده واحد منعزل في اوضته ممكن يبقى منعزل لان نفسه ما بقاش ليه نفس الحاجه ممكن يبقى منعزل لان هو مثلا بيسمع اصوات بتكلمه مثلا ف وخاصه ان سن المراهقه هو سن بدء الفصام آه. بيبتدي من بيبتدي من 15 بدء. سنه طب النوم النوم مم. من ضمن الحاجات العلامات الأساسية طبعا النوم واضطرابه تلاقيه ما بينامش طول الليل أو قالب اليوم مش القلبة بتاعة الأولاد في الأجازة اللي هي آه كل البيت التطبيق, التطبيق بتاع العادي ده ده, ده طبيعي لكن ان هو مش عارف ينام دي حاجة تانية آه. أو بينام كتير أو بينام كتير أو بينام يهرب كتير يهرب من أموره بانه ينام أو واضطرابات الشهية إما ما ياكلش خالص لإما ياكل كتير جدا بس ما ياكلش خالص دي برضو خلينا ايه اه تدخلنا في كذا مرض فدي كشكل عام. طيب برضو في هنت كده عايز الاهالي برضو نخ... ياخدوا بالهم منها قبل ما نتكلم في الامراض مرض مرض. ساعات كتير قوي بنع... بنعزو للوراثه دور في الامراض النفسيه. فالعائلات اللي فيها انهي امراض تنتبه للاعراض اللي ممكن تظهر عند الولد ده او البنت دي من اول سن المراهقه. انهي الأع.. 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 آه.. آه.. هي انواع امراض المثبوت انها لها علاقه بالوراثه آه الفصام الاكتئاب وكل مش الاكتئاب بس بقى كل الاضطرابات المزاجيه اكتئاب آه.. او اضطراب وجداني او آه آه كل دول في كل عام عام دول كل دول فيهم يعني موجود اكتر من حاله في الاسره يبقى ده تلاحظ اعراض في, أخد و.. بالي. في ولد مراهق او بنت مراهقه يبقى فعلا ممكن بدايه امراض التوتر والوسواس دي من الحاجات برده اللي هي بتبقى ليها شكر وراثي قوي جدا دي الاساسيات طبعا اللي انا انا بيبقى دي اللي معروفه في العيله في حاجات ممكن ما تتعرفش يعني ممكن مثلا واحد مثلا على خفيف مش, مش واضح لكن يقول لك ايه لا بس يبقى الولد عنده وسواس او حاجه بس قوي طبعا معطله ف فحديك في حد في العيله والله كان كده جده برده كان من نوعه اللي هو ايه لازم يخلينا نعمل حاجات معينه وما يرضاش يقعدنا على السفره غير كذا فتبدا ايه كانها تستدعي, حاجات, حاجات. لكن تشككها وهم بيجوا فعلا زي ما حضرتك قلت كده بتلاقي حاجه ظهرت فهي على طول ايه كانها شافت الصوره دي قبل كده ايوه يعني نهار ابيض في حاجه وراثيه تمام كتير قوي امهات يبقوا من النوع اللي هم القلوق والخواف وكل حاجه تقلق عليها وتخاف من الامراض وتلاقي ابنها او بنتها أوه. يطلع عندهم قلق او توتر او بانيك او اي حاجه بقى من امراض التوتر اللي منتشره جدا في سن المراقبة. طبعا. جدا يعني. طيب خلينا بقى اشهر ثلاث اربع امراض كده نركز عليهم عشان الناس برضو ايه تاخد فايده من قعدتنا النهارده. إيه تمام حضرتك تحبي تبدأي بأنهي مرض؟ إيه خلينا نبدأ واكثرهم انتشارا يعني انا هبدأ بالتوتر اللي هو الانكزايتي او التوتر محن. بكل اشكاله يعني احنا عملنا على فكره حلقه هنا انكزايتي مع الكبار مع الدكتور احمد سعد عين شمس اه طبعا أوه. وما اتكلمناش عن الصغيرين هو اصل حضرتك هو المراهقين بتظهر عليهم قوي كمان اعراض التوتر في ان هو ايه خايف مثلا يحصل يحصل له حاجه في الشارع خايف يحصل مش قاعد انعزال برضه على طول افويدنس على طول يتجنب الموقف الوسواس طبعا ده من اكتر الحاجات اللي عندهم اللي هي بتعمل مشكله ف... اللي هي وسواس الوضوء والصلاه وال... والافكار الدينيه والافكار اللي هي ممكن تحسسه بتانيب الضمير فيبدا ايه ده إيه ده انا كده مش مؤمن بربنا ده انا كده مش عارف ايه ويبقى خايف يقول لاهله اول ما حتى مامته تقول له طب قول لي فيه ايه بس حبيبي انا حاسه انك مدغ... ايه اللي بتفكر فيه تلاقيه يرجع بقى كان ايه مصدق فلما الام تسمع لو هي في درجة برضو وعي شوية على طول بتودي على الدكتور في بقى ناس بتبدأ تيه طب قرب لربنا شوية احنا طبعا مش مغفلين دور الدين ولا ربنا خالص بس مش هو ده, مش هو ده اللي هي... هيعالج الحتة دي لان انا لما اقول له قرب لربنا يبقى ده معناه ان المرض ده جالك لان انت مش قريب من ربنا فده آه يزود عنده الاحساس بتأنيب الضمير اكتر ما هو شوفي يعني برضو الثقافة النفسية عندنا ضعيفة شوية بالذات بالذات يعني الشعب بتاعنا لأن إحنا لا حد بيكلمنا فيها ولا بندرسها يعني أنا أعرف بره بيدرسوا سيكولوجي علم نفس من أولى ثانوي إحنا خرجنا لغاية احنا... ما خرجنا من الجامعة ما حدش كلمنا عن لا علم نفس في في علم نفس بس ادبي عندنا يعني تلاقي في الادبي في ماده ماده في تخصص أوه. ادبي ياخدوه بس دلوقتي بصراحه يعني كل, كل الكليات عاملين علم نفس ده من الحاجات مهم. الاساسيه في كل الكليات آه. 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 اه فدي من اهم الحاجات اللي هي امراض التوتر البانيك اللي هو نوبات الهلع آه. يبقى حاسس انه بيموت ويحصل له حاجه آه. 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 دي برده من اللي كل شويه يجروا بيه على المستشفى جاتني حاله وانا في تخصص اطفال في عيادتي في هنجاري ولد كان في تاني اعداد أيوة. كان بيقولوا كان بيجيله بانيك اتاكس نوبات الفزع دي كانه هيموت يصحى من النوم وصفوها كده بالظبط ولد كانه كان بيغرق آه. يقوم عرقان هموت مخدود هموت. شاحب أيوة. يترعش وبيجروا بيه على طول على 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 المستشفى في على الاستقبال دي المستشفى دي جزء من مرض القلب ده ده جزء من التوتر بالظبط التوتر والقلق وبرده عايزه اقول ان مرض القلق ده مرض شديد مم يعني مش ايه والله ده قلقان شوية, شويه لا, لا ده مرض ومحتاج علاج ومحتاج تدخل أيوة فدي مهمه قوي هزار اه دي دي من الحاجات بصراحه اللي هي يمكن اقول لك أكتر حاجات بنشوفها يعني تمام يعني في ايه تاني برده الاكتئاب طبعا اه طبعا ده موجود طب الاكتئاب احنا دايما عندنا تعبير يقول لك انا مكتئب متضايق شويه ومكتئب اه لا بقى لا ما مش هو مش اه مرض. ده مرض, بقى مرض وعايزين نبين للناس عضويا ايه اللي بيحصل في ده الكتئاب. حقيقي الاكتئاب اللي هو اللي انا النهارده مقريف بكره زعلان من حاجه دي كلها ده مش مرض حبيبي حبيبي أيوه. بس انا بنص الحلقه زجل وشعر وكان <applause> لذيذ جدا يعني بس هو حاجه مهمه ونتكلم عليها اكتر من مره آه. يعني لا يعني طبعا مرض الاكتئاب ده مرض وبيحصل تغيرات كيميائيه في أيبوه. الكيمياء بتاعت الموجوده في المخ أيوه. فبتؤدي لظهور الاعراض دي اللي هي اهم حاجتين انا اول حاجات عنده ان هو خلاص بقى في احساس فقد المتعه في كل شيء بقى فيه ملوش اهتمامات خالص بقى فيه احساس بالحزن والضيقه ودايما مخنوق وقافل بقى وحتى وممكن تلاقيه حضرتك مثلا وزنه نزل مثلا في اسبوعين ثلاثه 10 كيلو يعني بي عارف اللي هو بيتصفط يعني لان خلاص فدي برضو من الحاجات اللي ليها بوادر في الجينات جامده جدا اللي صاحب الاكتئاب او مش صاحبه الوش الثاني للاكتئاب اللي, اللي هو اشهر كمان في المراهقين لان ده سنه اكتر الاكتئاب سنه أع... السن الاعلى شوية. أعلى شويه لكن اللي بيظهر اكتر في المراهقين الحاجه اللي بنسميها عندنا الاضطراب الوجداني الاضطراب الوجداني, الوجداني, الوجداني اللي هو نوبات الهوس اللي بتيجي مع اكتئاب طيب اقف عند الكلمه دي لان الفقره خلاص هنخش فاصل ونكمل ان شاء الله الاضطراب الوجداني تمام نفتكر أظن واضح جدا أن فقرتنا النهاردة من سلسلة حلقات المراهقين هي أهم واحدة لأننا بنتكلم عن موضوع حساس جدا وهو الصحة النفسية عند ولادنا المراهقين والكلام عنها لسه مخلصش هنطلع لفصل قصير ونرجع فورا نكمل مع الدكتورة هبة فتحي تقنيات الجراحة في مجال المخ والأعصاب تقدمت كثيرا جدا لكن برضو الأسطرة المخية أصبح لها دور كبير جدا في علاج حالات النزيف وحالات التمدد الشرياني النهاردة المريض اللي عنده تمدد شرياني رقم واحد من أسس وأساليب العلاج إن إحنا نعمل أسطرة مخية والأسطرة المخية لا تختلف كثيرا عن أسطرة القلب في توقيتها في نفس معدل نجاحها اصبحت النهارده متاحه وبشكل متقدم جدا وفرت علينا كتير وفرت على مرضانا الكثير وقدمت الكثير من اساليب النجاح والشفاء لمرضى نزيف المخ والتمدد الشريان عارف صحاب ابني ومن انا وجهته توجيه السليم فهو بيمشي مع الناس كويسين مليون في المية انا عارف بناتي عارفين صاحبين مين ما بعرف طبعا ابني يعرف صاحب مين وكويس ولا وحش واتابعه واشوفه في مثلا الناس اعرفهم ماشي وناس ما اعرفهمش لازم اعرف كل وقت بالتليفون هو فين وقاعد فين وقاعد مع مين وبيعمل ايه عارف اصدقائها كلهم لو عرفت في وقت من الاوقات انه ابني ما عنده اصدقاء انا مش راضي عنهم او سلوكياتهم مش مظبوطه بخليه يقطع علاقته بيهم فورا يعني انا بتدخل فعلا من الوقت اللي احنا فيه دلوقتي كداب اللي يقولك ما يتدخلش في, في خصوصيات السن دوت انا لو شاف حد من صحاب عيالي وحش وحش بمشيه ما بقعدوش معاه باخده بقى ايه؟ مش بال مش بالشديه زي اي اب مثلا يمسك ابنه وابلا تضربه وبتاع مش عارف ايه والكلام دون طبعا دي مش مطلوبه بديله المبادئ الاوليه وما ما يكونش عمليه مراقبه مراقبه يعني ايه فوق دماغه لا من بعيد لبعيد بتدخل اه طبعا في اختيارها لاصدقائها بس بشكل غير مباشر احيانا بعمل زيارات مفاجاه كده للمدرسه من غير هي ما تشوفني كمان يعني وببص عليها واشوفها واقفه مع مين وبتتكلم مع مين لازم يكون في نوع من من انواع الصداقه وبرضو مش معنى كده ان انا صداقه ان انا بسيب الحبل على الغارم يعني انا يعني في في اوقات معينه لازم يكون في تدخل وتدخل حاسم كمان يعني العلاقه بيني وبين اولادي طبعا ايه الصداقه والصداقه مطلوبه بالنسبه لاي اب ماشي يعرف مثلا ابنه راح فين جاي منين صاحب مين لازم يبقى في بيني وبين ولادي تواصل ولازم يبقى في بيني وبيني اولادي نوع من انواع التفاهم علاقتنا باولادي بالنسبه لبناتي انا اصدقاء لا العلاقه حلوه معايا الحمد لله لان انا بسيسهم ما بتغباش عليهم ولا بزعق فيهم تيجي تقول للمدرسين المدرس ده يا بابا انا ما بعرفش اتعامل معاه المدرس ده انا طريقته كويسه بحبه مش عارف ايه الكلام ده يعني عادي يعني ما فيش مشكله من المدرسين في اللي بيقولوا كويس وفي اللي وحش مش هقول لك المدرس كله المدرسين كلهم ملايكه بيشكروا طبعا مدرسين واحد بتشكر واحد ما بتشكرش في مدرس ماشي بي بيتكلم معاه مثلا في في الدراسه بتاع الكلام دون بيستجيب معاه في الدراسه وفي مدرس تاني ممكن يخش مثلا الفصل تمام يقعد ما يعملش اي حاجه وسلام سلام وبتاع وكده بعض المدرسين كويسين بيحبوهم جدا وبيبقى كأني صديق ليه وفي بعض المدرسين بيستخدموا العنف انا اللي بقول له اتجنبه فالحمد لله فبيتجنبه فهو حتى المدرس بيجبره ان هو يحترم الطالب رجعنا لحضراتكم بعد الفاصل عشان نكمل موضوعنا اللي بعتبره من اهم المواضيع والزوايا المتعلقه بصحه المراهقين. دكتور ابراهيم احنا شفنا تقرير عن اختيار الاصحاب والشله بتاعت المراهق وموقف الاهل من كده. واضح من اجابات الاهل ان هم متفائلين قوي ان هم فاهمين نفسهم وسيطرين زياده عن آه اللزوم آه ان هم آه يقدروا يتدخلوا ولو آه مش عاجبهم حد هينهي علاقته فورا يعني هتكلم على دي في الوقاية الوقاية من الأمراض لكن أنا عايز أسألك سؤال قبل ما نكمل بقية الأمراض أنا قريت أن مصدر كل مشاكل وأمراض المراهق دوت هو عقله هو التحمل العبء العصبي والنفسي بتاع التغير بتاع البلوغ تغير حجمه التغيرات اللي في جسمه تغير المسؤوليات اللي عليه ساعات بنعامله كعيل وطفل وساعات بنعامله كراجل او او بنت كبيره او فعلا احنا عندنا حاجه اسمها عقل المراهق ايوه عقل المراهق ببساطه خالص كده يتميز بحاجات بسيطه احنا عندنا كلنا في الفص خلفي وفص امامي أيوة. الفص الامامي هو المسؤول عن السيطره على التصرفات الفص الخلفي هو المسؤول عن ان انا آآ يبقى عندي ابقى مبسوطه او مشاعر وعندي تحمس وكذا أوه. فاحنا اثناء الـ 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 النمو بتاعنا أوه. بيبدا النمو من ورا لقدام ايوه فيجي المراهق اللي ينمو عنده الايه المتعة والسعادة والرغبة فى كل الحاجات فتبقى. الحلوة ولسه الحته القداميه بتاعه الكنترول ان ايه اللي ينفع بالسلوب. واللي ما ينفعش وايه اللي صح وايه ما يصحش وايه اللي هيضرني وايه اللي مش هيضرني لسه ما وصلتش مرحله النمو الكافي مم. تبدا بقى من لحد ما يوصل لاخر مرحله اللي هي 18 19 تبدا خلاص حصل النمو لكل الخلايا وبدات اتظبطت خلايا المخ واتحطت في مكانها وبدأ يتغير وبدا بقى تحس ان آه. ايه ده ده والله ده سبحان الله ده آه. كنت في الاول حاسه انه عدوي مش ابني أيوه. وبعد كده بقى يتجاوب أوه. فهي طبعا طبعا ما هي خلايا في المخ بس إحنا الشطارة إن أنا إيه أنا مش هقول والله أنا هسيبه بقى بالخلايا لحد ما يحصل مصيبة ليه لا طبعا. أكيد أنا دائما ب... دايماً الأهلي بوقفين في الوقت المناسب شايفين الخطر ودايما يقولوله عليه هو هو ما ينفعش تقول له ايه ما تعملش ده عشان انا شايف كده، لا انت بتشوف اللي انت عايزه، لكن هو بالنسبه انت تقول له ايه ده ممكن يعرضك لمخاطر واحد اتنين تلاته وخلينا نشوف كده مثلا اعمل انت يا سيدي سيرش على الانترنت وطلع وشوف ايه مخاطر حاجه زي كده. نحاول نستخدم وسيله النهارده محببه ليهم بتاعته بتاعتهم بتاعتهم قريبه آه. من سنهم يقضوا آه. فيها وقتهم ونوجههم بس العنوان وهو حط العنوان يجيب. ده كده على جوجل واقرا ويشوف انا عايزه اقول لحضرتك ان في عندي مم. اولاد بيجوا العياده بيبقوا جايين بتشخيصهم أيوة. يعني ايه يقول على فكره دخلت وعملت سيرش ولقيت ان انا عندي كذا كذا اه شخص نفسه شخص نفسه وده اللي المفروض يتاخد له كذا اللي هو ايه طب حاضر انا 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 اوكي انا موافقه والله انت أنا عندك صح سلسله مراهق دي نازله على لا اليوتيوب يعني زي بقية حلقاتنا ما يقدروا يخشوا ويشوفوا يشوفوا كلامك ده أه بجد فعلا انا اصلا شايفه ان المراهقين عندنا دلوقتي ثروه لان هم اسرع مننا قوي أيوة أيوة بقى عندهم وسائل احسن عندهم كتير عارف عندهم طول حاجات كتير قوي يبقى في دماغه بس ساعات الاهل من كتر ان هم ايه اللي بتقولوا ده او مش فاهم اللي بيقولوا فيروح قافل عليه فهو كمان ايه يبقى طب انا هعمله برده فهي هي دي قصه التفاهم بس اهم حاجه نكمل بقى الامراض كنا وقفنا عند ايه التراب الوجداني اضطراب الوجداني بقى ده خلاص ده احنا كده داخلين المستشفى أيوة يعني ده بقى ده مرض بقى شديد لان هو بيبقى فيه بقى بيسموه عندنا حركه زياده كلام زياده رغي ما بينامش خالص عنف ممكن يبقى فيه حاجات خارجه مش طبيعيه بيشتم بي ممكن يشتم اهله يشتم الجيران يعني حاجات كلها ايه مش هو فدي بنسميها عندنا الهوس او نوبه السعاده الزائده يعني ودي المقابل ليها الوش الثاني الاكتئاب يعني يجيله نوبه كده ويجيله نوبه كده في برضه اللي هو البايبولر ما هو ده البايبولر هو الاضطراب الوجداني هو البايبولر ديسوردر شويه وشويه مهووس بالظبط المراهقين في منهم ناس يجي لهم نوبة واضحة جدا كده ونخش مستشفى ونخرج وتمام لكن في ناس بيجي لها حاجات اللي هي بيسموها الاتبك اللي هي مش مش كل مشلماتية الاعراض مشلماتية مش كل مش الاعراض متفقة فتلاقي ايه اه اوقات يبقى عصبي جدا اوقات مش عارفة ايه, ايه يجي له نوبات ايام يبقى بي يبقى عايز يعمل كل حاجة واوقات تانية مش عايز يعمل حاجة خالص في يصير على طول ف فدي كلها حاجات طبعا وطحة الاهل واضحه ان لا ده انت عندك مشكله في الولد ده لازم تت... تتنبه لها او اهمالها او غض النظر عنها خطير بالظبط وبعدين كتير مثلا اهل مثلا خلينا نمشي برضو تدريجي كده احنا قلنا التوتر وبعد كده اضطرابات المزاج اللي هي الاكتئاب والاضطراب الوجداني الخطوه اللي بعديها اللي هي برضو موجوده وده سن بدايتها هي الفصام او مرض الفصام او السكيزوفرينيا اللي هي اللي الولد بيبدا بقى يبقى ايه ده الانعزال الشديد ده اللي الناس كلها بتتكلم عليا وبيجيبوا في سيرتي وعايزين يموتوني وانتوا بتحطوا لي سم في الاكل اللي هي بقى الابنورمال قوي ساعات اهل يقول لك ايه ده محسود ده معمول له عمل ده مش عارفه ايه يقعدوا بقى يمشوا في السكه دي انا شفته مش عارف ايه يقعدوا والغا... وهي اصلا حضرتك بتيجي في اولاد بيبقوا مثلا جايب في الاعداديه مثلا 100% وتلاقيه بعد الاعداديه ظهر عليه كل الاعراض مم. فبعد ما كان وبتقولي حضرتك ان ده السن المرشح 15 ل 19 سنه في الاولاد كمان. الصبيان كمان آه. الصبيان الصبيان فده سن يعني يبقى انا لازم اخد بالي فدي مهمة جدا ده بقى بسرعة لأن أنا كل تأخير كل ما بيزود الأعراض اللي هي الانسحابية والتدهور أكتر وكل ما يبقى رد الفعل الاهل اللي هو ايه يا ابني ما احنا كويسين معاك احنا مش عايزين ناذيك ولا طب حضرتك قولي النهارده ال 10000 سنه قدام دي اعتقادات راسخه خد... مرض أوه. مرض ده مرض بقى عضوي ده, ده الكيمياء بتاعه المخ لا ده خلاص ده مرض يعني اتشخص هيفضل ياخد دواء غالبا العمر كله يعني أوه. انا احب برضه تكلمينا يا دكتوره قبل ما ننسى اضطرابات الاكل اه دي بقى في البنات البنات آه والولاد على فكره بس البنات اكتر اضطرابات آه. آه الاكل اللي هي طبعا الانوركسيا او مرض فقدان الشهيه آه. والبوليميا اللي هي الـ الاكل, الأكل الشره آه. وبعد كده الترجيع او ان آه. هو يحاول يتخلص من الاكل اللي اكله آه. في كميات كبيره يعني آه. الفتره دي هي فتره اللي هو بيدور على ايه الايمج بتاعته وشكله آه. ساعات في بعض الاسر والمجتمعات دايما يبقى بالنسبة له الرفيع الحلو مم. اللي جسمها كذا هي اللي كذا مامتها مثلا موديل مثلا مم. ولا هي مامتها بتشتغل في حاجة فهو بالنسبة له المثال ده المثال بتاعها المثال لا إرادي بيبقى صورته عن نفسه طول الوقت شايف نفسه تخين مع أنه هو ممكن يكون أقل من الوزن المطلوب لكن بس شايف, شايف نفسه تخين بالذات البنات البنات طبعا بتبقى واصله مرحله ان عظمها باين وتقول لك اصلا تخينه والمشكله ان اضطرابات الشهيه في الحاجات العاديه البسيطه اللي هو فقدان الشهيه اللي هو لسه ما اثرش على الهرمونات بقى بيتنسي ما بيتاخدش بالهم منه لكن في بقى الحاجات اللي هي بقى خلاص بقى دخل على الهرمونز بدات الدوره الشهريه تنقطع عنها بدا يبقى فيه في اضطراب في الاملاح الموجوده في الجسم في الجسم كله برضه هتدخل مستشفى مم. فيبقى انا لازم اخد بالي برضه ايه من طبيعه الاكل وطريقه الاكل عايزين ننبه يا دكتوره ان بعض حالات الأنوريكزيا نيرفوزا اللي هي انسداد الشهية المرضي وصل للموت اه طبعا احنا عايزين نفهم آه. الناس كده اه طبعا لان هو بيأثر على ال 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 الأملاح دي اللي هي بتأثر على مثلا عضلة القلب آه. فانت لو الأملاح دي مش مظبوطة طب عضلة القلب هتقف يبقى كده الولد ده ممكن يتعرض لخطر لا بيوصل كشكسيا بقى ان يفضل خلاص يخس اه انيميا حادة بقى الجلد هيكل عظم. على العظم على طول لو شويه اي ميكروب معدي هي هي هيعيا منه فخلاص بيبدا ممكن فعلا يبقى فيه بس الاهل بيلحقوا بقى يعني دي الميزه بس عشان تقنع المراهق ده ان انت عندك ايه دي بقى دي دي قصه كبيره جدا مرض نفسي مرض عايز اه لازم يتعالج ويتعالج بشده ونبقى مهتمين بيه قوي حتى ايفن ان انا لما باجي يبدا ياكل او ادخله الاكل برضه بدخله له مقدار ما اقدرش اروح لا ده يجي له يتعب برضه جسمه ينهار تاني يعني طيب يحصل بيحصل بيحصل لخبطه برضه ثانيه طيب. قبل ما نخش في العلاج لا و... انا في حاجه مهمه قوي قبل العلاج لا اللي هو بقى اللي احنا اللي, اللي هي الحاجه الخطيره اللي هي المخدرات آه. آه. اه دي من اخطر الامراض احنا جبنا سيرتها مع الدكتور عزة البكرى في, في حلقه من السلسله دي عن اوقات الفراغ الاستخدام السيء لاوقات الفراغ فاللي هو من بدء من السجاير لغايه ما يوصل لادمان المواد المختلفه اه دي دي بصراحه لكن أخطر هي الحاجات. لازم حضرتك نجيب سيرتها برضو آه مع الامراض النفسيه لازم لان انا كتير قوي من المخدرات اللي موجوده دلوقتي اللي هي الاستروكس دي دي آه آه اللي هي مخلقه دي. مخلقه آه فمخلقه يعني مثلا لو الحشيش العادي اللي هو النباتات دوت هيديك آه مثلا ضرر 1% المخلق ده هيديك 2000% 2000 وبعدين ده وأرخص. المصيبة ومسبب مباشر آه. لامراض نفسيه يعني امراض نفسيه اه مسبب مباشر للفصام يا خبر ابيض يعني يعني احنا يعني عندنا ولد او بنت ما كانش هيجيله فصام يجيله يجيله بالماده دي بالمواد دي فطبعا انا لما لما يبقى انا بخسره بس هو بالنسبه له ايه انا بجرب بجرب زي آه. زي الاولاد ما جربوا قدامه أو وعلشان أو. تطلعوا تطلعه بقى دي قصه كبيره بقى وحرب فلازم انا ايه العلامات المنذره طيب ما نعرج بقى تاني الكلام ده على ده التقرير الاصحاب بقى الاصحاب اللي احنا اتكلمنا عليه كده والاهل كده افتكروا انهم مسيطرين أوه وعارفين كل الاصحاب ويتدخلوا لو صاحب مش عاجبهم ازاي بقى ان احنا نتدخل احنا كاهل ونعرف الاصحاب دول بيعملوا ايه ولما بيتاخروا بالليل بيعملوا ايه م. وهل بيتعرضوا للمواد دي ولا لا؟ دي بصراحه انا بقول لحضرتك دي المشكله اللي هي فعلا في صعوبه جدا في السيطره عليها لكن انا دايما بقول ايه؟ ازرع الاول صح هتلاقي الخطوه اللي بعديها جت اسهل يعني لو انت وهو الطفل لسه في ابتدائي انت مصاحبه هيجي لما يبقى مراهق يقدر يبقى فيه قناه مفتوحه بينكم تقدر ترجع له مش مقفوله, مش مقفولة. الحاجات الاساسيه المهمه جدا ان انا دايما يبقى انا بتكلم مع ابني ومش بنصحه يعني مش قاعد معاه انا مثلا ساعات اقول للام او <applause> الاب <applause> انا عايزه حضرتك دايما يبقى في لغه تتكلموا مع بعض يبقى تتاكلوا مع بعض ويبقى في حديث بتقولوه بتسالوا بشكل عرضي يقول لي انا على طول بنصحه طب يعني حضرتك تنصحه <تصفيق> ايه؟ <تصفيق> ما انا لو اي حد هينصحني انا مش هاسمع ككبيره حتى فاشوف بقى ده مراهق وانا ليا شخصيتي طب مش هسمع برضه صح شايف ان انا مختلف عنكم آه. أسمع و... وتلاقيهم بيغلطوا بقى يعني مم. تلاقي مثلا يقول تفضلي برضو في نفس الكلام ونفس الاسطوانات ويديها ظهر ويمشي فمهم قوي ان انا المرحله دي ان انا انا الاول باني صح وبعد كده دخلت في مرحله مراهقه يبقى في اوقات احنا لازم هنقعد مع بعض فيها والكلام بيجي بالصدفه آه رايحين للميكانيكي مع بعض اخده معايا آه مثلا بننظف العربيه فمش عارفه ايه آه عندنا مشوار يبقى معايا فنقعد نرغي وناخد وندي في الكلام آه ان انا مثلا رايح البلد فما يجيش بشكل مفاجئ لا يعني ما بقاش كله طول طفولته ما فيش اي علاقه اه ما مفاجئ عشان أوه. هم قالوا في التلفزيون اعمل علاقه الواد يبص لإني عمال اكلمه ايه اللي جرى له ده؟ ده كان عمره ما و... بيسالني على حاجه وبعدين عمره... برضو ما تجيش بشكل تكليفات آه. تيجي بشكل انا محتاجك معايا انا عايزه اتونس بيك انا اصل رايح لوحدي ما تيجي معايا نتسلى مع بعض ومش عارفة ايه عبء بقى آه. اولها العبء عليه لا انا عايزاها تيجي بشكل احلى يبقى في حوار مفتوح نقدر نرغي مع بعض قاعدين بنتغدى مع بعض إيه هتعملوا ايه في الويك اند ده انت واصحابك هتروحوا فين إيه هتيجي معانا ولا انت عندك خطط ثانيه يبقى مم. انا ايه بفتح حاجه مفتوحه اختيار ليه ليه آه وهو بيقول ولو علاقته مع عيلته حلوه على فكره بيفضل يقعد معاهم او يخرج معاهم او يعمل اي آه اكتيفيتي معاهم لزاز يعني ايوه مش مش يعني. يقول لك ايه ايوة بقى هو بقى يقول لها مش عارفه ايه وهي تقول له ايه لا ده هم و... بيهربوا الزيارات العائليه طبعا احنا نزور اهلنا آه ومعاه لا 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 هو آه؟ مش عايز الكلام ده مش انترستد في الناس الكبار دول ولا بالكلام اللي بيقوله لا اما انت تغير التركيبه أوه. بتاعتك انك تشوف ايه اللي بيحبه ويعمل معاه. معاه. يعني انا مثلا ابن اخويا او ابن اختي بيحب كذا، اروح معاه في الحته دي. احاول امارسها معاه. اه يمكن يمكن نقرب مع بعض، يمكن يبقى في حوار مشترك، اقدر اعرف منه لان انا لو ما عرفتش بدري ان في نوع من انواع التجارب في مجال المخدرات يبقى انا هو دخل في الزحليقه زي ما بيقولوا بقى هم. طيب بشكل عام بقى حاجة وحاجه تلم كل الامراض دي في العلاج، ايه الخطوط العامه والحاجات اللي بنلجا لها ودور الاسره في العلاج؟ هو اول دور للاسره ان هم يروحوا للدكتور مبدئيا، يعني مبدئيا بلاش ال ما الدكتور هيعمل ايه؟ لان برضو جزء من الدكتور هيشخص ما ايوه جزء آه. من الانكار والهروب هو خوف من الادويه. بيتصوروا آه. ان لازم لو راح للدكتور هيدي له ادويه وتنيمه وما يخلوش يعرف يذاكر أوه. طبعا كلام أو حضرتك كلام حضرتك لدكتور نفساني هو برضو ما زلنا المجتمع بتاعنا ما ينفعش ان هو يروح يقول انا بروح لدكتور نفساني برضو بتبقى فعلا فيها حته احنا بنسميها عندنا الاستجمة او الاحساس بالعار او الخزي او كده ده ده اصله عيان ده اصله يعني عيني ادعوا له الحاجات دي لكن طبعا الجزء حضرتك بتقوله من المخاوف بتاعت الاهل وساعات اهلي يجوا لي ويبقوا على فكره دكاتره وفاهمين وكل حاجه يقولي لي بقول لحضرتك لو سمحتي حضرتك شوفي انت هي عندها ايه بس احنا مش هناخد دواء آه طيب هل انا هقولك سحري عليها يعني طب هعمل ايه آه في حاجه لازم لها دواء عليها <applause> يعني انا لازم في حاجه لازم لها دواء لكن في حاجه ممكن من غير علاج مش اه في حاجه جلسات نفسيه في طرق بقى اللي هي السي بي تي زي مثلا العلاج المعرفي السلوكي تغيرات السلوكيه اوكي ممكن نمشي فيه لو ينفع لكن انا طالما دخلت في حته خطوره لان في برضو من الحاجات الخطره جدا ان في مرحله المراهقه بدايه تكوين اضطرابات شخصية من أهم الاضطرابات الشخصية اللي هي الخطيرة اللي هي بيسموها الشخصية الحدية اللي هي البوردر لاين بيرسوناليتي اللي هو المراهق اللي هو ساعات لما بيكبر ممكن يبقى كده اللي هو بقى بيأذي نفسه يعور نفسه اللي هي سيلف كاتنج والحاجات دي كلها دي بقت كمان بقت ترند دلوقتي <applause> اه ان هو تعور نفسها اللي, اللي, مثلا محاولات انتحار علاقات كتير جدا 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 مش ملاحقين هم الاهل على القصه دي انفجارات في المزاج العام تمشي من البيت وما ترجعش دي كلها بنسميها عندنا لا احنا لو بدأنا العلاج صح وفي الوقت دي مهمة جدا دي مهمة جدا دي مهمة جدا, دي مهمة جداً, دي مهمة جداً الحقيقه الموضوع كبير وعايزين نتكلم فيه اكتر من مره ان شاء الله يبقى في فرصه تانية اخر حاجه الدواء مش سم لا لا خالص اه ده زي مضاد حيوي آه مضاد اكتئاب زيها بالظبط اه, ايوه زي آه بالجرعه الصح آه بالطريقه الصح صح مع الدكتور وفي صح الصح خلاص تمام خلاص اه لا الدواء عمره ما كان سم بس بيستخدم بايد طبيب فاهم وعارف ومشخص الحاله صح صح بس يا دكتوره انا بشكر حضرتك جدا على الرؤيه المتكامله للمشكله المهمه دي وعلى النصايح المفيده لينا كأهل للزهور اللي بتتفتح في بيوتنا وصحتها النفسية لها نفس الأهمية زي تغذيتهم ونشاطهم البدني أولادنا فلذات أكبادنا تمشي على الأرض مقولة قديمة ما بيفهمهاش إلا اللي يخلف ويشوف ولاده بيكبروا قدام عينيه وصحة ولادنا دايما مقدمة على صحتنا إحنا لكن المهم هو مقدار الفهم والوعي اللي لازم نتحلى به عن هذه الصحة وكيف تكون وكيف نحميها ليس بالحرص الزائد والتحويط عليهم، لكن بالمتابعه وعدم الاهمال، لما نشوف بوادر اي حاجه مش مظبوطه بتحصل لهم. فاصل قصير وألتقي بكم في فقره مختلفه من حلقتنا النهارده. دروس العقل ومشاكلها، دروس العقل النهارده كتير جدا بيجي لنا ناس انا تعبان انا وشي وارم وبنلاقي ان الدرس مدفون او في انسجه متكونه عليه وبالتالي مأديه لتورم. في معظم الحالات احنا ما نخلع الدرس، هي مشكله الدرس ده بالذات انه ما ليه مساحه يطلع فيها. فبالتالي احنا بنلجا ان احنا نشيله من مكانه عشان نتفادى مشاكله. انما مؤخرا برضو مع ظهور الليزر وظهور العلوم الجديده في طب الاسنان بقينا بنقدر نظبط حجم السنه في مكانها لو في لثه فوقيه متكونه زياده هي اللي بتأدي لتورم احنا بنشيلها حتى لو وصلنا لمرحله ان احنا لازم نخلع درس العقل الموضوع بقى اسهل بكتير من زمان وبقى تقريبا بيتعمل بدون جراحه وبطرق بسيطه جدا وفي مده لا تتجاوز ال دقيقه فلا بد لو حسيت ان عندي المشكله دي اعمل الاشعاعات المظبوطة بتاعت الدكتور بتاعي يطلبها مني وراجع معاه طرق العلاج المظبوطة تبقى ازاي. بنقابل كلنا حالات متزوجه حديثا وبتسال بعد شهرين او ثلاثه من الزواج ليه ما بيحصلش حمل. التعريف العالمي المتفق عليه لتاخر الانجاب هو عدم حدوث حمل بعد مرور سنه من الحياه الزوجيه المنتظمه ده كده بنقول عليه تاخر انجاب. ومن المتعارف عليه عالميا ان 80% من الازواج بيحملوا خلال السنه الاولى بدون الحاجه لاي تدخلات طبيه. لكن في بعض الحالات ممكن نضطر للتدخل المبكر مثلا سن السيده 35 سنه او اكثر ده بنديها فرصه للحياه الزوجيه المنتظمه لمده 6 شهور قبل ما بنبدا معاها اي فحوصات او حالات اضطرابات الدوره الشهريه او حالات التعرض للعلاج الاشعاعي والكيماوي دول ممكن نبدا معاهم بدري شويه اهلا بيكم من مطبخ الحكيم بسبب التغيرات الهرمونية في مرحلة المراهقة بتظهر مشكلة جلدية من أكثر المشاكل المنتشرة بين الشباب وهي حب الشباب ودايما الكل بيدور على كريمات وحلول للمشكلة دي لكن حد فكر قبل كده أن المشكلة دي ممكن تتحسن عن طريق الغذاء المناسب وأن النظام الغذائي اللي متعودين عليه ممكن يكون له دور كبير فيها ده بالظبط اللي هتعرفه لنا ضيفتي العزيزه دكتوره نانسي عطيه اخصائي التغذيه العلاجيه اللي هتدينا كل نصايحها الغذائيه لابنائنا المراهقين مساء الخير ازيك الحقيقه آه سمعت حاجه غريبه واكيد لها اساس علمي ان في دلالات معينه من اماكن انتشار الحب الشباب في الوش ده حقيقي صحيح عملوا ريسيرش آه. ولقوا ان هو يعني انتشاره في اماكن معينه بتدل على ساينز معينه نبدأ ندور عليها يعني هل في مشكله سبب مثلا, مثلًا اسباب على السبب أوه. يعني اسباب لقوا اغلب الناس اللي عندهم مثلا في المنطقه دي اها اغلب عندهم مشاكل عسر هضم او عندهم مشاكل مع اكلات معينه زي مثلا في اكلات عندهم عسر هضم لها م. اللي هي بيسموها فود intolerance أوه. او نومهم ملخبط قالب يوم واللي مطبق اللي الكلام ده كله حته مثلا ما بين الحواجب اللي هي الحته دي طبعا. بيبقى غالبا اكلهم مايل اكتر للاكل الدسم قوي الدهني قوي م. الحته اللي عند الدقن دي بتبقى تغيرات هرمونات مثلا قبل الدوره عند البنات يعني لو عنده حاجات اضطرابات هرمونيه يكتر الحب هنا في هنا ما بينامش كويس وقلبني اليوم لا ده احنا متعرضين لضغوط نفسيه قلبه اليوم لوحدها ضغط نفسي أوه. يبدا يظهر في الحته دي عوص الهضم برده او مشاكل الهضم مشاكل الجهاز الهضمي في الحته دي. آه، اكله دسم كتير فاست فود كتير يبدا ما بين الحاجه شويه, شوية. طيب بس... بشكل عام ايه علاقه الاكل اللي بناكله او الشباب دول بياكلوه وظهور حب الشباب أبحث... بعدا عن نظرية بتاعه يعني الامراض الجلديه اللي فسرت انسداد القنوات الدهنيه اللي مع بصيله الشعر و... بعد وارد. عن هذه النظريه ده وارد ده, يحصل. ده, يحصل. ده, ده اساسي ده بس في اكلات بقى بتشجع الكلام ده ان هو يحصل بت... بتهيئ المناخ ان ده يحصل لان هم نفسهم المرضى بيلاحظوا بالظبط ان مع مع اكل معين بيزيد يزيد مع اكل معين يقل اه طيب الحاجات اللي بداوا يعملوا عليها ابحاث وحاجه منهم يعني يمكن تخض شويه ناس هي اللبن البقري مم. لو اللبن البقري مرتبط جدا بظهور وانتشار وكثافه حب الشباب البقري بالذات البقري بالذات اه هو اللبن ال ال المتعارف عليه عالميا هو البقري اللبن آه. الجاموسي موجود عندنا وعند كم, آه. بلد كم بلد كمان بلد بس. آه. مش آه. آه. مش بلاد كتير اللي بتشرب صح. لبن جاموسي الاساس البقر الاساس البقر وحتى حضرتك هتلاقي كل الالبان اللي هي المعلبات بقري طيب ايه اللي بيحصل ف... بقى مع اللبن البقري مشكلة لا البقري كذا مشكله اول مشكله ان هو غني جدا بالسكر فبيعمل ارتفاع سريع جدا لمستوى السكر في الدم فبيعمل معاه السبايك بتاعه الانسولين بيطلع عالي جدا بيطلع معاه انسولين كتير يطلع انسولين كتير يبدا الدهون تتكون اللي هو السيبم يتكون اكتر ويبدا المادة يعمل الماده اللي بتطلع من القنوات الدهنيه الدهنيه يعني. اه الحاجه الثانيه كمان فيها مشكله ان غالبا لبن الابقار اللي هي الكوميرشال اللي هي بتعمل منها لبن ونشربه التجاري ده آه. بيبقى مليان هرمونات ومليان مضادات حيوية لأن كتير. البقرة نفسها واخدة هرمونات, البقرة واخدة, واخده هرمونات واخده مضادات حيوية بالظبط وغير انها بقرة اوريدي بترضع المفروض انها بترضع رضاعها فبقى اللبن غني جدا بحاجات الهرمونات اللي هي بتساعد ان هو يكبر وينشط وبتاع للبيبي ف... بتاعها للبيبي بتاعها مش لينا احنا مش لينا احنا <applause> هو احنا بنشربه ما عندناش مشكله بس مع ال... مع كتر الحياه اللي بقت تجاريه وعايزين لبن اكتر وعايزين كل فبنحقن زياده آه. فبدات آه. تظهر منه خد خدي بالك لك. ان المرحله دي العمريه ديت الاولاد اصلا عندهم الهرمونات طالعه في كيرف اه اه بالزبط. مع البلوغ ومع... آه. بالظبط فده من اول الحاجات اللي عملوا لها ريسيرش لقوا ان هو مرتبط جدا ب... ب... بكثافه و وقوه حب الشباب ايه هو اللبن إيه تاني الحاجه الثانيه السكر, السكر 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 وكل ما هو السكريات اه كل حاجه مسكره او السكر الكتير بتاثر في حب الشباب طبعا بيأثر بيعمل بيعمل زي انفلاميشن زي التهابات في الجسم كله مم فيبدا ياثر على المناعه ويبدا يعمل نفس سبايك الانسولين بتطلع عاليه جدا يطلع الانسولين انسولين بتاعه انا قريت ناس شغاله في امريكا على حاجات طبيعيه و يمكن مش طب تقليدي بتاعنا مم. إن شيل السكر والدقيق من الأكل عالج بالذات كل الأمراض اللي فيها التهابات بالذات المفاصل كل والعظام وكل ده كل ده قل وتحسن بإنك شلت السكر وشلتي ما هو دقيق كل ما يمرض البني آدم مم. يساوي التهاب من أول دور البرد لغاية السرطان مم. آه تحط بقى في النص اي حاجه تحطها لا حبول. لا علاقه خط. مباشره بين الحاجتين دول بالذات والالتهابات احنا اول الناس. حاجه قلناها السكر كسكر صريح الحاجه الثانيه الحاجات اللي بيسموها لها هاي جلايسيميك اندكس اللي هي اللي هي السكر المعامل, السكري, المعامل بتاعها السكري عالي. عالي وغالبا بتكون ايه بيكون دقيق الابيض عيش الابيض آه آه الفينو المخبوزات بتاعت اللي, اللي بعد هضمها وتمثيلها الغذائي تعلي مستوى بترفع السكر ترفع رفع سكر جامده جدا نفس الكلام ترفع مع الانسولين نفس السيكونس بتاعها فيا يعني اما سكر مش لازم اخده صريح مم. ممكن اخده في اكل أكله وعيش هيتحول لسكر بتاعه. في الاخر هيتحول سكر سريع جدا مم. في فرق ان انا اكل عيش فينو انا اكل عيش بلدي في فرق ان انا اكل ده بيجرنا تاني لكل اللي قلناه في كل الحلقات الأبيضات. الاكل الصحي ونبعد عن الابيض ونروح للبني بالزارة. نفس الكلام الحقيقه كمان اللي بتعمل الكلام ده كله لقوا الناس اللي بتاكل اكلات اللي هي الجانك فود والفاست فود كتير اكل الاكل, الأكل السريع ده آه والحاجات آه آه. دي كلها انها بتبقى مليانه دهون مم. مش صحيه طيب عشان برضه احنا سودنا الدنيا قوي خلينا <applause> نتكلم في ايه الكويس؟ ايه اللي حل. نشجع على اكله؟ يساعد في موضوع حب طيب الشباب اللي نشجع على اكله هو نمره واحد الخضار والفاكهه. خضار والفاكهه خضار والفاكهه اكتر حاجه بتغسل جسم البني ادم طيب. من اي حاجه ملهاش لازمه او اي سميات دخلتها. تمام. طيب. فده اول حاجه نعملها ان احنا ننضف جسمنا بخضار وفاكهه كتير. حلو. الحاجه الثانيه بقى نبدا ناكل حاجه مغذيه شويه للجلد. مم. من الحاجات اللي مغذيه شويه للجلد هي فيتامين الف وفيتامين ايه فيتامين اي ناخده كبسولات لازم يكون تحت إشراف طبيب يعني ما ينفعش اخده من نفسي كده ولا احط كريم على وشي كده لازم له بروتوكول مم. معين فاكله في صورتين يا اما اكله كبيتا كروتين اكله كجزر اللي هي الحاجات الملونه اللي هي الملونه برتقاني اللي هي جزر آه بطاطا فلفل اصفر الحاجات دي كلها يا اما اخد اللي اقوى منه للجلد بقى مم. اللي هو الريتينول 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 بيتحول لفيتامين إيه الريتينول ده موجود في ايه؟ في حاجه زي مثلا كبده اللحمه وكبده الفراخ حلو بنسبه مهوله فلو انا احرصت مثلا مره في الاسبوع اكل كبده لحمه او كبده فراخ فانا اديت جسمي بوست جامد جدا من الريتينول فيتامين ألف وده مغذي جدا 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 لشنين. في ادويه لحب الشباب مليانه الريتينول ده حقيقي بس لازم يتاخد تحت اشراف طبيب ما ينفعش احط واطلع للشمس ما ينفعش احط بكميات آه. كتير ايوه هيبقى مستحضر آه لازم. انما كاكل كاكل لا جسمي بيمتص اللي هو عايزه كيف وبيسيب اللي مش عايز آه. بالظبط طيب. فدي حاجه الحاجه الثانيه مثلا الاكلات اللي غنيه بالزيت طب الطب... لا انا عايز بس عشان الاكل عشان الوقت البطيخ آه البطيخ البطيخ اكتشفوا ان الناس اللي بتاكل بطيخ كتير بيقل عندها جدا حب الشباب. يا. Yeah. اسباب كتيره قوي منها اللي عرفوه ومنها اللي لسه مش عارفينه. بس البطيخ كبطيخ اكتشفوا ناس تاكل بطيخ كتير الموضوع عندهم بيتحسن جدا. وفي الصيف بقى يبقى هايل طبعا نفس الكلام الزبادي. Uh -huh. ليه بقى؟ الزبادي قلنا عشان بروبايوتكس فصحه الامعاء مهمه للصحه العامه. فكل ما كانت امعائي صحتها كويسه كل ما كانت صحتي بقت احسن طيب عايزين بقى نشرح العصاير دي بسرعه لان طيب. الوقت قرب يخلص العصاير دي ما هي الا ان احنا عملنا كوكتيلات بالحاجات اللي قلنا عليها حلوه لل... للمغذيه للشعر والجسم والجلد حطيتهم مع بعض نبدا كده واحد واحد نبدا اول واحد مثلا ب ده اللي هو اول إيه؟ واحد اول واحد ده, جزر ده الجزر بالتفاح الجزر بالتفاح. بالتفاح جزر بالتفاح ده كوكتيل يا جماعه هيطلع لنا على الشاشه حالا ده عباره عن جزر وتفاح وبرتقال تمام اوكي غني جدا بفيتامين سي وفي البيتا كاروتين في كل حاجه اللي بعده ده البطاطا حلو عملنا البطاطا ما ناكلها نشربها اه حطينا بطاطا وحطينا عليها كوكتيل يا جماعه ايه عليه مثلا كوكتيل البطاطا ده عباره عن بطاطا ومعاها ايه بقى بطاطا معاها كركم تمام ومعاها حاجات تانية كمان يعني معاها هتلاقي معاها خيار معاها ثلاث جزرات وخيار وكرفس وليمون بالظبط ده كوكتيل بطاطا كوكتيل بطاطا ده بس ده ده يعني حادق ولا حلو ولا حكايه لو مش محلي كفايه لو <applause> بطاطا مش مسكره كفايه ممكن نضيف عليه معلقه عسل عسل تمام طيب الاخضر ده بقى الاخضر ده عباره عن كيوي بالكمترا آه كوكتيل كيوي بالكمترا اه وكمثرة حلو اه كيوي وكمترا وهتلاقي معاها ليمون تفكرتيني ما اكلتش كمتر دي لسه لغايه دلوقتي حلو حلوه اكلنا عباره عن ليمون وكيوي وكمثرى وخيار كوبايه ماء ميه جوز هند ميه جوز هند وخص وخص خص لازم تجربه بعد وقت فيتامين اتش كمان فيتامين هي ايوه فيتامين هي لازم يتضايق اكيد هيبقى طعمه حلو اه في كمثرى والعصير الاخير عباره عن جوز هند ده حلو وحادق حلو سلطه و... سلطة <applause> وفاكهه <applause> يبقى عايز كده عايز يتسكر شويه ده ده عباره عن هند بالليمون طيب معانا برضو مقادير يا جماعه كوبايه ميه جوز هند مع معلقه عسل مع ورق نعناع م. مع فلفل اسود رشه فلفل اسود وملح وشرايح ليمون جميل تمام لا ده لازم ادوقه ده طيب انا بحب ده فائدته انا حطيت فيه بالظبط حطيت فيه جوز هند في حاجه م. عندي اسمها ايسنشال فات لازم الواحد يتوصى بيها جدا عشان نقاء وجمال بسيط حلو لطيف على فكره لطيف جوز هند جوز هند طعمه حلو طب جوز الهند مش دهن شويه جدا ما ده مطلوب في حاجه اسمها ايسنشال فات طبعا انا مش معنى انا ابعد عن الدهنيات م. ابعد عن الحاجات المقليه ابعد عن الفاست فود لكن أكتر قوي الاوميجا 3 آه. اكثر الاوميجا 9 يعني اكل حاجات اللي هي الدهون الدهون المفيده بشكرك جدا يا دكتورة نانسي على وجودك معانا النهاردة ودايما بتجيب لنا حاجات جميلة ومفاجآت يعني أتمنى كل الأغذية اللي عرفناها من حضرتك تبقى الأغذية الأساسية لكل الشباب والمراهقين. بنصح كل الشباب اللي في سن المراهقة اللي بيتفرجوا علينا دلوقتي يعملوا لايك طبعا لصفحتنا على الفيسبوك عشان يكون للمعلومة الطبية نصيب من المحتوى اللي بتشوفوه على الفيسبوك في وقت فراغكم. اللي بيكون معظمه طبعا كوميكس وفيديوهات مضحكة وصور مشاهير. مش بقول لكم إن, إن ده غلط. إنما يا ريت نخصص وقت برضه لينا والثقافة الصحية والثقافة العامة عشان نحقق التوازن ويبقى جنب المحتوى الترفيهي يبقى في محتوى طبي أو ثقافي. الإستثمار بالوقت والمجهود في تنمية العقل هو إستثماركم في مستقبلكم. المراهقة هي فرصة ولادة جديدة لسلوك وشخصية أكثر إكتمالا ونضجا، لازم نستغلها كويس عشان ننسى أخطاء الماضي ونأسس قواعد سليمة تدوم للمستقبل. دي كانت نهاية حلقتنا النهاردة ليكم مني أرق التحيات وأشوفكم بعافية